الأهلي يهدر نقطتين ثمينتين في صراع القمة وتعادل مع الإسماعيلي 1-1. أحرز للأهلي محمد شريف وتعادل الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف. كابتن شريف، نقطتين غاليتين فقدناهم النهارده. اه طبعا احنا في سباق المباريات، يعني ممنوع كنا ان احنا نتعادل في ماتش زي ده كمان. يعني انت ليك الاسبقيه لو تجيب الهدف اللي احنا جبناه الاولاني بشكل التحرك وشكل السرعات اللي موجوده، عشان كده كلنا طالبنا ان احنا نغطي الهدف ده باي شكل، لان ايهاب جلال هو وفرقته ما عندهمش حاجه يبكوا عليها، ان هم بيلعبوا زي ما قلت لك لعب مفتوح، بيهاجم بيحاول يحرز اهداف. كان ليه الحظ من كوره عرضيه نفس الشكل، يعني لسه انا كنت بسالك على ماتش البنك الاهلي، نفس الكوره بنفس من الوينج بتتلعب، بيطلع راجل لوحده في وسط اتنين محدش بيطلع معاه خالص، رؤيه مش واضحه بالنسبه للديفنس عندنا، وبيلعبها بدماغه برده بالقوه دي، اي حارس مرمى ما يقدرش يعمل معاه حاجه الحقيقه. وكرة عندتك كمان في كام كرة حقيقة، كرتين ثلاثة بعد ما جيب فينا الهدف، واضح ان التعادل كان مصير المباراة. ده موجود في، مفيش فرقة بتكسب على طول، ومفيش فرقة ما بتتعرضش للتعادل، ومفيش فرقة بتبقى نازلة المباراة ايمن ضمن المكسب او ضمنين الثلاث نقاط، الا باللعيبه، بالجري، بالتفكير، بالتركيز، بفنون اللعبه نفسها. يعني اول تايم انت شايف اكرم بيخش جوه وبيتوغل وبيشوط، معناه ايه؟ اللعيب اللي بيعدي من واحد اثنين وثلاثه ده بيضرب خطوط، بيضرب لعيبه، يقدر يلعب كره بالعرض، يقدر الزياده العدديه اللي جوه ال 18، الحاجات دي كلها هي اللي بتديك الافضليه والاسبقيه في الملعب، هي اللي بتديك الهدف الاول والهدف الثاني واستغلال الفرص. يعني كره زي دي الاستلام بتاعها يعني تحت ضغط، خدت بالك؟ ممكن وهي جايه اروح لعبها على طول او موقفها مديها لحد جاي ورايا. التركيز في التعامل مع اللعبه النهارده مش كان مفقود، انما تحس كده ان احنا بعد ما جبنا الجون حاسين ان احنا هنجيب في اي وقت جون تاني ونغطي والاسبقيه تكون لينا. في حاجات في الكوره احنا عارفينها كلنا، الارهاق والحاله البدنيه اللي بتبقى مرتفعه في وقت من الاوقات، والحاله بتاعتك البدنيه لما بتنزل بيبقى في عمق. انا شايف النهارده عمق بين نص ملعبك بعد ما دخل فينا الجون والدفاع بتاعك، لدرجه ان اي كونتر اتاك عندنا بيشكل خطوره كبيره جدا، مش زي الشوط الاولاني كانت خطوطنا كلها قريبه، عشان كده كان لينا الاسبقيه وكان لينا الشكل الافضل في الملعب. مفيش حاجه، ما حصلش حاجه يعني ان انت تعادل المباراه، بس هو شكل الصراع على القمه اتغير في نفس الشكل. الاسبقيه كانت ليك انت، لو انت كنت كسبت توفقت في كوره صلاح محسن الاخرانيه دي كنت هتبقى 2-1 مثلا وتكسب وتاخد ثلاث نقاط عادي جدا، مباراه عاديه جدا زي المنافس بتاعك امبارح ما توفق في كوره زي دي يعني. فمش عايز الناس تقلق اكتر من انها تركز، احنا عايزين نركز برضو في المباراه الجايه، لان كل مباراه بتتلعب هنا او بتتلعب هنا بيبقى لها ظروف وبيبقى لها وده المثير والجميل في الدوري العام السنه دي يعني. فانا بتمنى التوفيق يبقى للعيبه والتركيز للجهاز الفني وللعيبه المباريات الجايه كلها باذن الله. كابتن علاء، زمالك كابتن شريف، شكل الصراع اتغير الان بعد النقطتين ماتش النهارده اللي فقدهم النادي الاهلي. يمكن كنا بنتكلم دايما في بدايه الاستوديو ان ما عندكش رفاهيه انك تخسر نقاط. لازم تلعب على ثلاث نقاط في كل مباراه لوحدها. وحصل انك تقدمت 1-0. انا مش شايف من وجهه نظري ان كانت لازم المباراه تحسم في الشوط الاول. الشوط الاول كل الاخطاء نادي الاسماعيلي عملها، ارتباك في الوقفه، الخطوط بعيده، كل حاجه اللي احنا شايفينه ده، المنظر ده اتكرر كتير جدا لكن ما استخدمش صح. ما اعرفش هل هو بعد الشوط الاول يعني نفس الموضوع احنا بنتكلم عليه، حته استسهال المباراه او الخصم مش هو الخصم اللي ممكن يقلقك او ممكن يحرز فيك هدف، لان انت الشوط الاول تقريبا انت يعني بتلعب لوحدك. في فرص وكده لكن هجمات مرتده كلها ما كانش في شكل نادي الاسماعيلي، لكن انت مستحوذ الشوط الاول، لو جبت اي كره انت مستحوذ وشكلك في الملعب وانتشارك ومسيطر على كل خطوط المباراه، وفي كره كمان ضيعها جاي في الاول خالص قبل الهدف، يعني كان ممكن الشوط ده تخرج 2 مثلا، يعني تخرج 2 وتنهي المباراه. يعني الكره فيها كل حاجه يعني، ودي مش مبررات، لكن كرة القدم اتعلمنا حاجة، لازم تنهي المباراة.
ادام قادر تنهي المباراه وفي صالحك. يعني بص المساحات اللي موجوده كلها في الشوط الاول كم مساحات موجود مش طبيعي في فريق الاسماعيلي. يمكن الشوط الثاني ما كانتش موجوده دي، اتقفلت شويه وحصل حاجه ثانيه في الشوط الثاني. الحاجه بتحصل دايما برضه يمكن بستغرب فيها شويه، اني بلاقي مساحات في نص الملعب في النادي الاهلي ودي برضه ظاهره. يعني بص الكره دي لازم كانت، يعني الكره دي ليه تعمل كده؟ ممكن توقف وتشوط احسن من كده وتجيب هدف تاني والموضوع ينتهي. لكن يعني انت صعبت الامور على نفسك بعد هدف التعادل الاسماعيلي، انت صعبت الامور على نفسك لان الاسماعيلي مش عايز اكتر من التعادل. التعادل بالنسبه له، التعادل بالنسبه له طبعا حاجه ممتازه، لكن كل الشوط الاول اللي احنا بنتفرج عليه ده انت كان في امكانك تحسم المباراه تماما، تخرج الشوط الاول 2-3 الموضوع بالنسبه لك. الشوط الثاني هتسير الشوط الثاني زي ما انت عايز، لكن استسهال حصل. بص بقى اللي انا بشوفه ده ما كانش بيحصل، يعني ما كانش موجود في الشوط الاول. عمرك ما كنت تشوف 2-2 في 18 غير فخر رفع الكوره. المساحات اللي موجوده بص كتير، اللي كتير يعني التهديد عليك في الشوط الثاني كان كتير. غير طبعا الهدف، غير الشناوي كمان مطلع كوره. بص كتير قوي، ولعيبه الاسماعيلي بداوا يطمعوا فيه زياده عدديه لان مساحه موجوده. طول ما المساحه موجوده هو بيطمع، اللي هو ليه انا ليه ممكن احرز هدف. وحصل كره عرضيه برضو، التمركز لحد كبير مش مظبوط، فخر واقف لوحده بين اثنين ما فيش حد ماسك يعني، وعنا على الكوره اخطاء عاديه. هدف التعادل، بعد هدف التعادل الامور بقت صعبه لان طبعا. انت ما انا بقول لك ما عندكش رفاهيه النقاط، لازم عايز 3 نقاط. فبدات المجهود يزيد، بدات لحد كبير فيه يعني انفلات اعصاب شويه. ومع هذا مع كل ده انت بتلاقي المساحات في دفاع الاسماعيلي، لكن هي تعايز شويه هدوء وشويه تركيز شويه. كمان يعني بص دي كمان كره ما ينفعش يبقى فخر الدين كده خالص، يعني ليه لوحده ما ينفعش، وكان تقريبا اجير راجع معاه. طب اجير راجع معاه ازاي؟ فبرضه دي حاجات لازم يعني الاخطاء دي ايما لازم تتعالج وبسرعه. لكن لعيبه النادي الاهلي حاولت، وبقول لك المساحات موجوده، لكن ما فيش حظ. ما فيش حظ في كره واحده بس النهارده اقول عليها، صلاح محسن في الاخر. انت لو مكتوب يعني لو كان ربنا رايد النهارده تاخد 3 نقاط كانت الكره دي جت على الاقل. كان كره من كور طاهر جت، انا كل صلاح محسن شفتها جول، يعني كان هي راحه جول فعلا. لكن هو محمد فوزي على اخر لحظه لمسها يعني بترطيف صوابعه، ترطيف صوابعه دي مشيتها جنب القائم بالظبط. لكن ده اكبر دليل ان انت يعني المباراه النهارده مش يعني مش يومك زي ما بيقولوا، ومع هذا مش يومك، لكن انت مضيع كم فرص مش طبيعي. مش طبيعي. فالموقف اختلف الوقت، الوقت انت متاخر بنقطتين، فاكيد انت الضغوط زادت. لكن صح. الهدف يبقى واحد، الهدف واحد ان المباراه العبها لاخر ثانيه في اخر مباراه. طبعا ما تعرفش كره القدم فيها ايه، ما تضمنش ايه اللي هيحصل، لكن بيحصل وخلاص. يعني نتعلم النهارده، وده درس خاص جدا ايمن، انك لازم تخلص المباراه ادام في المستطاع، وكل مبارياتك انت ما عندكش مشكله انك تحسمها من بدري. واحد، الثاني، الثالث كمان انهي امورك كلها صح. وتعمل اللي انت عايز تعمله، تعمل روتيشن، تغير، تعمل. النهارده انت ما عندكش فرصه تعمل اي حاجه خالص. صحيح. المباراه السابقه احنا اتكلمنا، كنا في الاستوديو بعد ما كسبت المباراه واطمنت عليها، حتى تغييراتك كلها بتريح ناس، تدي ناس فرص وكده. انما النهارده حتى التغييرات نازله، لعيبه مشدوده، لعيبه عايزه تدور على الهدف الثاني عشان 3 نقاط مهمين، عشان انت في صراع دوري مش طبيعي. لكن يعني نقول الحمد لله ونفكر في ان شاء الله المباراه القادمه. وبيحصل في الكوره على فكره، الكوره فيها كل حاجه، لكن المهم انت تفضل زي ما انت، تركيزك وكل حاجه على المباراه القادمه ان شاء الله ب3 نقاط تضمنهم، وتبدا انت والمنافس بتاعك لحد اخر. هو خلاص مره بقول لك هنا، انت في ماراثون خلاص، في اخر 100 متر هتكمل جري انت والمنافس بتاعك لحد ان شاء الله ما تحسم اخر مباراه ليك ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامة، الموقف اتصعب الان والضغوط زادت عليك، ولكن ما زالت الفرصه قائمه. طبعا حتى اخر مباراه ده ما فيش شك في كده. ايمن انت بتتكلم لسه في 5 مباريات، ده كتير جدا. انت المهم انك انت تلم نفسك بسرعه جدا وتركز كويس قوي. يعني ياما شفنا ماتشات كتيره، او قصدي دوريات كتيره اتحسمت بالنسبه لنا في اخر لقاء. يعني ده احنا كلنا عشناه، واحنا لعيبه واحنا مدربين. المهم ان اللعيبه لازم يبقى عندها ثقه في نفسها كويس قوي،
ومش هقول ولا كأنه حصل حاجة، عادي ماشي يعني، متوقع أنه ممكن كان يحصل تعادل ولا حاجة، لكن أنا أقصد ما نعيش فيها كتير، ما نعيش فيها كتير، لأن الماتشات كل 3 أيام. أنت لازم تركز كويس جدا الماتش الجاي، ماتش إنبي النهاردة. طبعا كانت عندك فرصة سهلة أنك تحسم اللقاء، كانت عندك فرصة سهلة الماتش الشوط الأول، مش الشوط الاول بس، لا لا، حتى الشوط الثاني يا ايمن انت جالك كم من الفرص. اولا طاهر لما نزل عمل حاله كويسه قوي ناحيه اليمين، ادي جون، دي جون 100%. بواليا وعمرو سوليه دخلوا على دخلوا في بعض، طلعت. فانا اقصد انك في فرص كتير لم تستغلها، يعني انت كانت مشكلتك كتير قوي انك انت بتضيع فرص متاحه ليك جدا انك انت تجيبها. ماتش سيراميكا تسهل عليك قوي يا ايمن عشان جبت الهدف الثاني بسرعه، وبعد كده خلاص هم استسلموا. النهارده الاسماعيلي جه في وقت لو دخل فيه الجون الثاني كان هيستسلم. احنا كلنا قلنا انه ربنا يسهل ونقدر نجيب جون ثاني. ادي كوره برده بواليا لما توقعها، المفروض يبقى في الحته دي متوقع ومنتبه يعني. احنا كلنا قلنا لو جبنا الجون التاني الموضوع هيتسهل جدا، ما ندخلهمش في الوقت اللي ممكن ياخدوا ثقة فيه، اللي هو اخر تلت ساعة ربع ساعة هتبقى النتيجة 1-0، هو ما عندوش حاجة يخسرها خالص، ما عندوش اي حاجة يخسرها، فممكن تمشي. وده اللي حصل، هما ما لهمش فرص كتيرة، هما بس المساحات لما اتفتحت شوية في نص الملعب بالذات في الجنب في نص الملعب وناحيه الشمال، مدبولي عمل حركه ناحيه الشمال، عمل حاله للاسماعيلي ناحيه الشمال، لكن الخطوره الكبيره ما كانتش في خطوره كبيره على مرمى الشناوي، يعني حاجات طفيفه يعني. لكن انت ما فيش شك انك انت النادي الاهلي يكسب باي حد طبعا، واحنا مؤيدين 30 لعيبه عشان كده، لكن ما فيش شك ان خروج محمد شريف وإليو ديانج عملوا فرق كتير قوي الشوط الثاني. محمد شريف فرص كتيره جدا كان ممكن يستغلها لو موجود الشوط الثاني، وديانج كان قافل قوي نص الملعب، كان يعني كان الكره دي مثلا طاهر يعني شالها مش وحش، بس كان ممكن شفنا الشوط الثاني كده اكتر من 4-5 فرص اهداف محققه. احسن 20 دقيقه لعبها في طاهر محمد طاهر. طبعا طاهر، ما انا بقول لك يعني طاهر بالذات نزل عمل حاله حلوه جدا ناحيه اليمين. مزبوط. ويمكن أكثر زي ما كابتن يعني شريف بيتكلم، انا لا بتكلم على مدبولي على اساس ان هم يعني اتعادلوا دي الكوره، لكن طاهر فعلا عمل جبهه ناحيه اليمين كويس قوي، وعمل اكتر من كره خطر، والكره اللي هي شفناها له اللي هو الكره دي بقى، الكره دي اللي غريبه بقى. بص طبعا دي جول، دي كره المباراه، دي كره المباراه طبعا. هي فعلا لمست ايد فوز، انا ما كنتش واخد بالي على طرف طرف بالظبط، يا لمست اطراف صعبه يعني محمد علاء نبيلي دي فتحي ما قدرش يكمل فاكرها جول. لا ما هي جون، هي جون، هي دي بقى، ده بقى عدم التوفيق في الكوره. الناس اللعيبه حاولت، بص يا اسامه اخر لحظه، بص هي دي اللمسه، دي اللمسه دي اللي بعدين تبقى اقوى من كده. لا وحمدي والتكمله حمدي برضه بس برضه مش متوقع، صعب قوي، صعب عادل قوي قوي، دي عارف واصله لحد فين؟ لا لا صعبه جنب الايه يعني، لا لا صعبه يعني، لا لا صعبه على حمدي، حتى لو مش لو مكمل صعبه جدا يعني، صعبه على حمدي. هي شكلها جول، هي لازم جول، وشكلها كويس، دي لازم تتشاط كمان، دي برضه لازم تتشاط على طول. عايز يضمن طاهر على عيبها كده زي ما هي جايه كده، عايز ياخدها على يمين وسط، صعبه. هي في فرص كتير بقول لك جت محققه انها تيجي اهداف، مفيش شك انه برضه خروج محمد شريف فرق معانا، عنده ثقه على الجون في داخل ال 18 يعني، لكن اللعيبه حاولت كتير جدا، وبالذات يمكن في اخر 7-8 دقائق بعد احساسهم ان المباراه بتنتهي بقت في كثافه عدديه. يمكن في فتره من الشوط الثاني الكثافه العدديه كانت قليله شويه، بقى في سرعه في الاداء كمان. ايوه لما حسينا ان الوقت بيجري ابتدت بقى النزعه اللي هي بتاعت ان احنا عايزين نكسب وروح النادي الاهلي وروح الفانيلا، حاولنا نضغط، والكره الاخيره دي بتاعت صلاح، لكن هارد لك، وده موجود في كره القدم، ويعني عشنا الكلام ده كتير. المهم ان احنا نطلع من الموضوع ده بسرعه، وان شاء الله نركز كويس قوي في الماتش الجاي باذن الله. كابتن عادل، في الصراع على القمه وفي الامطار الاخيره خساره نقطتين درس قاسي جدا في وقت صعب جدا. طبعا اللي بيضيع يلاقي على طول كره القدم كده، هتضيع اجوان
هيدخل في الجول. بغض النظر لعبت حلو لعبت وحش، مفترض انك انت تنتهز فرصة ان فرقة الاسماعيلي انت افضل منها فنيا، انت كنت افضل منها بدنيا. الشوط الاولاني ضيعت يجي 3 4 اهداف، الشوط الثاني ضيعت يجي 7 8 اهداف، يعني انت مضيع حوالي 10 اهداف، مفترض انك انت تجيب منهم واحد تكسب. خلينا نتكلم بإيجابية، انت بتضيع جوان كتير، ده واحد. اتنين، انت كمان ما بتعرفش تدافع كويس بالشكل اللي انت مفترض انك تدافع بيه. عيب قوي اني نفس الخطأ مرتين مع البنك الاهلي ومع الاسماعيلي يحصل كده. ايوه ازاي يعني؟ يعني في وظيفة للمدافعين ان هم يمنعوا هدف، وفي وظيفة للمهاجمين اللي هم يجيبوا هدف، وفي وظيفة بينية بتاع نص الملعب، واحد يمنع يشتغل في منع الهدف ويشتغل في احراز الهدف. احنا خلينا نبقى منطقيين، لما بتضيع اهداف محمد شريف خرج من عندك، المتمرس في الاهداف محمد شريف يجب كان لعيبة النادي الاهلي تنتهز فرصة ان هي تجيب جول واثنين وثلاثة واربعة، وده اللي ينقصنا يا كابتن ايمن بقالنا فترة. الحتة التانية المهمة انك انت في صراع، معلش هستوقفك عند النقطة دي يا كابتن عادل واقول لك ايه، في مباريات كتير جدا انت بتبقى كسبان خارج ولا لا 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 انا بكلمك بكلم انت كسبان واحد، انت كسبان المكسب في ايدك حلو، انت كفريق كبير كنادي اهلي بتلعب على بطوله تمام، ممكن الماتش يخرج 1-0 او ممكن يخرج بفرق هدف كابتن، ممكن انا لقيت ايوه حصلت قبل كده وخدنا دوريات كتير قبل كده. كابتن قلت لك في كلامي ماشي فضل. فرقه الكوره بتتقسم 3 فرق جوه الفرقه الواحده، ايوه فرقه بتدافع وفرقه بتهاجم وفرقه بينيه ماشي. انت جبت جون يعني المهاجمين كسبوا واحد ماشي، المدافعين خسروا واحد، انت فهمتني يا كابتن؟ انا مش دعوه بالنتيجه اللي انا جبت جون، انا ليا دعوه امنع جون يجي فيا تمام. علشان كده بقول لك في دوريات بتتحسم بفكره انك انت تجيب هدف وتدافع كويس قوي طبعا، وتجيب الثاني والثالث لان الفرقه تندفع اللي قدامك. ايوه انت ما عملتش كده، انت بتهاجم بتهاجم بتهاجم، رغم انك بتهاجم ده قدره النادي الاهلي اوكي، بس احرز احرز احرز، انت ما بتحرزش اهداف. او خلي بالك حافظ حرص وقف صح دافع كويس، ده اللي بنتكلم فيه يا كابتن ايمن. انا بقول ايه دايما، المدافعين ليهم وظيفه واحده هو اسمه باك يمين ماشي، يعني يدافع واحد ورا علشان يمنع هدف، سرد باك عشان يمنع هدف، راس حرب عشان يجيب هدف ويدافع كمان يمنع هدف. أيوة. مش بواليا كان بينزل محمد شريف بينزله في الكورنر وبيقفوا على الستة ياردة، بس اللي انا عايز اقوله بس ده وضع طبيعي في كوره السبت، انا فاهم يا كابتن، بس اللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا عايز اقوله ازاي احنا بيبقى عندنا الاخطاء السهله قوي دي اللي بتضيع مننا بنقط، هي ده المهم. انت وصلت العمليه في الوقت الحالي اللي مزعلني ان الكوره مش برجليك دلوقتي، يعني احنا طول الوقت في رجلينا نكسب المباريات كلها، نكسب بغض النظر عن المنافس، لكن انت في الوقت الحالي انت شغال هتبقى رد فعل. ايوه المهم درس ونتعلم منه. لازم يا كابتن ايمن لما بيدخل فيك جون انت محتاج انك انت تتعادل وتجيب جون تاني، حاجتين. لما انت بتتعادل محتاج انك تكسب، لو انت كسبان 1-0 يبقى طول الوقت انت عايز تجيب التاني عشان تقضي على الفرقه امال الفرقه، انت ما بتعملهاش على فكره. قال لا احنا بقالنا كام مباراه اعصابنا بتتحرق شويه، بنكسب المكسب اللي انا عايز اقول لك بعد صعب عناء شويه، الهدف بتاعنا بيبقى صعب شويه كابتن ايمن، علشان كده بقول لك ان الخساره النهارده البونتين في مثابه خساره المباراه مش تعادل، يعني انا بعتبر التعادل في الوقت اللي احنا فيه زي الهزيمه، ولكن طبعا. ولكن في حاجه مهمه انا عايز اقولها، كره القدم علمتنا كتير، هنشتغل
طبعا هنجتهد لحد اخر ثانيه، وعند ثقه في الله كويسه وفي لعبتنا ان شاء الله. وصدقني يعني كره القدم ممكن انت كنت افضل النهارده وتعادلت، في ممكن يحصل لا متغيرات بتحصل متغيرات في ثانيه، فانت طول الوقت تبقى متحفز تتعلم من اخطائك. عايز اقول لك النهارده فرقت معانا ديانج قوي خروجه، ده حاجه مهمه جدا يعني هنتكلم فيها دي ان شاء الله باذن الله. اتفضل لما تيجي تتكلم على الفني باذن الله رب العالمين. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، الشوط الاولاني كانت الافضليه للنادي الاهلي، والشوط الثاني طبعا، ولكن الشوط الثاني شفنا مساحات كتير جدا كبيره جدا في دفاعات النادي الاهلي بدون اي اسباب. في ده احنا اول الاستوديو ايمن بقول لك احنا لازم يبقى كل خطوطنا مضغوطه، كل اللعيبه قريبه من بعض، بنقفل مساحات على فرقه نادي الاسماعيلي، وكمان بتقرب من اي كونتر اتاك انت عايز تلعبه، وجالك الهدف الاولاني بهذا الشكل الرؤيه، ولدرجه ان معلول كان فين؟ كان جوه نص الملعب. ايوه في كوره كانت مردوده عليك، اضطر ان هو كان يبقى لما جات له الكوره ورقص واحد ولعبها ثرو باص، دي كان الملعب كله مضغوط عندك وسرعات موجوده عندك، فكان المفهوم في الوقفه بتاعه اللعيبه كلها موجوده. ايوه الحاله اللي حصلت الشوط الثاني لقيت ان الدفاع بتاعنا واقف على خط 18 ونص ملعبنا عند اول الدايره. التعامل حتى في الشكل ده بيعمل عمليه بطء لبناء الهجمه، ان انت لما بتشوف بص ادي الكره اللي احنا عاملينها في السرعات، شايف كل السبيس ده وكل الحكايه ودي الكره ضربت الخطوط، ضربت الخطوط كلها وفيها ثلاثه على الجول. أي. يعني الشكل الامثل لانهاء هجمه. أي. يعني ده موجود، وكره الراجل بكل حرفيه لعب كره بالعرض سهله جدا جاب محمد شريف الجول. كنا لازم نكرر الحكايه دي بنفس الشكل، كل ما تبقى في حاجه اللي تكسبه العبه. انت شايف ان الاثنين ديفندر الباكات بتاعتهم واحنا قايلين قبل الماتش من اضعف الحاجات اللي موجوده عندهم، من اقل السرعات اللي هي موجوده، وانت عندك الحته دي من اكتر السرعات اللي موجوده عندك. جينا حظنا وشريف جاله شد كويس. أي. الشكل اللي انت عملته التغيير اللي هو حصل بتاع بواليا لا يستطيع ان يكون راس حربه لوحده، لازم دايما يبقى فيه تدعيم. النهارده لما يبقى فيه اجاي معاك في الفرقه وبواليا اعتقد ان هتحس، وحسين الشحات مش هو ده الشكل المستوى الاول اللي انت بتلعب بيه، وانت عندك ناس انت استغلتهم في الشوط الثاني عملوا لك شكل وعملوا لك عرضيات وعملوا لك حركه، فلازم يبقى عندك يعني بواليا ممكن يكون التغيير الثاني مش التغيير الاولاني. ثاني شوط حسيت بالسبيس بقى اللي بين اللعيبه بين نص الملعب وبين تغييرات حصلت، انا قلت هنلعب ثلاثه في النص ونلعب احنا نقفل ونلعب احنا على الاطراف اللي بتطلع والزياده العدديه اللي احنا بنعملها في نفس الوقت. بقى لنا كام ماتش مش عارفين نامن الحته دي. يعني انا بقى لي كام ماتش مش عارف امن العلاقه بين الديفنس بتاعي ونص ملعب، تحس ان الحكايه بتقع، المساحات يعني بتبعد لما كوره زي دي تتلعب عليها كونتر اتاك والراجل يمشي بالراحه. انا يعني نفسي اشوف الجون اللي دخل فينا كويس، يعني يا ريت برجاو تجيب لنا الجون. احنا في اربعه رباعي، بص الدنيا فاضيه، أربعة بيتضربوا، بص الدنيا فاضية إزاي، بص السبيس اللي بين دي المساحات اللي أنا بقول لك عليها اللي ظهرت عندنا، والناس بترجع كويس. ده في كمان كرة كانت أوحش من دي كمان، ده دي هم قريبين شوية أو بيحاولوا يرجعوا تاني يغطوا تاني. لا في كام كرة كده حصلت لدرجة إن إحنا أدي واحدة مثلا هي دي متهيألي الجول. الجول ده الجول ده الجول بص لا أيوه اثبت هنا بس اثبت هنا اتفضل. بص فخر الدين بن يوسف اللي إحنا بنعايبه، هو خلي بالك لسه لحد دلوقتي المدافع بتاعنا بيبص للكورة أول واحد، بس هو اللي سابق فخر الدين بن يوسف ده أيمن كويس؟ أيمن أشرف ده أول واحد اللي هناك بس لما الكورة اتلعبت ما حدش طلع مع فخر الدين بن يوسف، كمل الكورة كده. أنت لو تلاحظ ورا أيمن أشرف ده ياسر إبراهيم مش واقف معدول حتى، لا وشه للكورة ولا وشه للمدافع اللي جاي. قبل ما اتلفت كان الراجل طلع التكوف بتاعه ووجه الكورة في الجول. صعبة جدا على الشناوي اللي بيقولوا صعبة جدا جدا سريعة سريعة جدا سريعة جدا ان الشناوي ياخد لا صعبة جدا الكام خطوة دول ويشترك فيها هتبقى اسهل، هو لعبها كويس وجهها كويس، لا هتبقى اسهل بالنسبة كمان للراجل اللي هو بيحطها براسه بس يعني هو ممكن ما كانش يلعبها حتى
كده ممكن هيطلع ويلعب، بس ما فيش لو في مشاركه من السرد باك كمان بتاعنا. اربع مرات بتحصل فينا السنه دي، مش مره او اثنين يعني. خدت بالك الكره العرضيه دي، وحصلت فينا في الشوط الاولاني اللي احنا كنا نقول حمدي فتحي وايمن اشرف. الكره اللي احنا راحت لعلي معلول برده، بس كانت على الارض. ايمن اشرف اللي هو كان ورا فخر الدين، وايمن اقربهم. يعني حمدي رايح ده ياسر ورا حمدي راح ياسر ياسر الطرف ورا اكرم. وحمدي راح يقفل ورا علاء. مش لازم يبقى في ضغط هنا، ده اكيد ده لازم ضغط هنا، ده ما يمشيش بالكوره كده، ده انا احطه بره هو والكوره. ما ينفعش الكلام ده. احنا كنادي اهلي الديفنس بتاعي لازم يبقى اجريسيف، لازم يحسس حتى المهاجم ان ما عندوش سبيس، ما عندوش فرصه ان هو يخش عليا ويعمل اللي هو عايزه. برجاوه احنا ممكن نرجع الكره دي، برجاوه ممكن نرجعها من الاول خالص، رجعها لنا تاني بعد كده من البدايه بس، من البدايه خالص، بس عشان في حاجه كده في بدايه. هنا 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 ارجع بقى. ايوه انا عايز الوقفه دي. لا انا عايز وقفه نص الملعب. ما هو في اربعه مضروبين. استنى انا هقول لك. انت فاكر مباراه سيراميكا؟ ايوه وقفنا كوره نفس الشكل. لما قلت لك ديانجا المفروض ما يروحش يضغط على التلاتة. مظبوط، كان من الجنب نفس الكلام. ده اللي بيحصل دايما عندك انت في الشوط الثاني. زي ما كابتن شريف كان بيتكلم، انت ليه سايب المساحات دي كلها؟ انت اللي غالب واحد، وانت اللي عايز ثلاث نقاط. انا مش عايز شكل حلو. دي بقى المباريات ايه؟ تكسب ولا تلعب. مش عايز يبقى شكل حلو. صح. انا مش عايز ابقى شكل حلو، انا بلعب على حاجه اهم من الشكل واهم من الاداء. طيب ايه اسباب وجود المساحات الكبيره دي في نص ملعب الاهلي الشوط الثاني؟ هقول لك حاجه، انت برضو المشكله بتاعت المشكله الاعتياديه دي عندك، انك الملعب عامله ستريتش كبير جدا قوي من الشوط الاولاني. يعني خلي بالك على الشوط الاول. يعني احنا ليه بنلعب من 18 ل 18؟ هم يلعبوا زي هم عايزين. صح. انت ليه انت بتلعب كل المساحه دي؟ طبيعي هيبقى عندك نص الملعب اللي كان راسمها الكابتن شريف من شويه. هتلاقي طبيعي يا ايمن اللي بيلعب في المساحه دي كلها هيبقى المساحه في نص الملعب دي فاضيه عشان اتقول. ايوه الوقفه الدفاعيه هنا ما ينفعش. يعني كان لازم اكرم هنا ما كانش يدخل. وطاهر كان لازم يستنى شويه، يعني لازم ياسر يقرب شويه برده من يضم. بص اهي الكوره واضحه ان هي هتروح لمدبولي ناحيه اليمين. ايوه مدبولي وهو بيتحرك كان لازم في اللحظه دي ياسر معاه. طبعا بالظبط كان لازم معاه. يعني هتلاقي المساحه قريبه جدا، ما كانش عنده الفرصه ان هو ممكن يعمل الكروس اللي حصل منه الهدف. المساحه كبيره قوي، لازم ماشي. اكرم راح والراجل مدبولي هيلعب هنا، وعلى فكره ما عندوش اختيار تاني غير مدبولي. يديله مدبولي، ما فيش يعني عارف الاختيارات مقفوله قوي هنا. صح. اتنين على اتنين، خمس لعيبه وعالي مغطي ثلاثه، مش مشكله لو وقف هنا. صح، بس بعيد شويه، لكن العدد كتير، ثلاثه علي معلول بس مش باين هنا. الطبيعي هنا ان ياسر والكره بتتلعب، انا اروح معاه. حتى لو استلم مش هيبقى عنده مساحه الوقت اللي هو استلم فيها وعمل الكره عرضيه وعدل. نفس الكلام حتى برضو كنا برضو يعني غريبه جدا دايما ان الهدف ده كنا بنتكلم انا كابتن شريف اللي جه في بنك الاهلي اللي بتاع كريم بام اللي برضو حته كسل شويه من محمد هاني ان يروح له الكوره. اتعملت عرضيه جت منها جون. هي كلها بيبقى شويه كسل، او اللي انا مش يعني لا ما تجيش جول، لسه بدري شويه، انا عندي لسه وقت. مفيش خطوره في كره القدم. هنا لو المنظر ده مختلف وهو رايح في نفس الوقت الموضوع ده كان مات تماما. صعب قوي يعني. ماشي اتفضل. بس انا اقصد ايه؟ انت ليه فتحت نص ملعبك كده الشوط الثاني؟ ما هي دي المشكله بتاع كل ماتش احنا بنتكلم فيها. المفروض انا 1-0، انا عايز ثلاث نقاط، انا مش الاسماعيلي. انا اللي في المساحات في نص الملعب، والاسماعيلي يلعب وهيسيب لك مساحات هتلاقيها لوحدها. لكن انت ما تجريش الاسماعيلي في نفس الشكل. الاسماعيلي فتح خطوطه عشان عايز يتعادل. انا افتح خطوطي ليه؟ انا غالب وعايز ثلاث نقاط ومش عايز اداء. على التزام الدفاعي كمان، ده فين التزام؟ هي كلها مش ممكن. لا مش مدافعين بس يا شريف، هي كلها كتله واحده. ما ينفعش الوم الاربع مدافعين. لا نص الملعب كله لازم، ما احنا اسمه فريق. صحيح. الفريق لازم كتله واحده تدافع، ما بلومش حد. صحيح. عن حد متكوك كله. طب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد الماتش. I'd like for the to losing two points. The matter to playing after Zamalek make a pressure on the other player or the team, and what the effect of the drawing to remove the title, or it we can play for. Well, I'm not sure about that.
I can't guarantee that. حضرتك بتساله بتقول له حكايتك بتلعب بعد الزمالك بتاثر عليك؟ قال لا ما اقدرش اضمن لك ده، ده يعني ده مش الكلام مش ما مش متاكد ان الكلام ده صحيح ولا ان اللعيبه بتتاثر ان احنا نلعب بعد الزمالك يعني. Because when I look at the match لما بص على المباراه I don't know, it's very difficult for me to say that because we were not nervous. ما كناش متعصبين، ما كانش عليا ضغوطات واحنا بنلعب، ما كناش متعصبين. Now after losing two points we're playing for the title or it will be difficult for us to win. No, the title is not yet finished. فكر ان خسرت النقطتين ده هتاثر على حظوظك انك تكسب هتلعب على اللقب ولا لا؟ لسه ما اتحسمش اللقب. We have to focus and believe. ونركز وفوت نؤمن بحظوظنا. Because we don't know what's going to happen after. مش عارفين ايه اللي ممكن هيحصل في الماتشات الجايه. Yes, we feel sad. We lost the two points. طبعا احنا عندنا حاله من الحزن ان احنا خسرنا النقطتين. We know it's a big impact. وعارفين طبعا ليها تاثير كبير. But football doesn't work like that. You go to play to the last minute. كرة القدم ما بتشتغلش بالطريقة أو ما بتاخدهاش ده، المفروض نتلعب لغاية آخر دقيقة وتدي لغاية آخر دقيقة. كيف اتفضل. طب مش هي عشان مش سامع بس فاهم. هل لك فوت في ال 2 بوينتس؟ اللي هنجي فيه؟ You said you have remarked that all the games require to see the goals from the right sides. Crossing from right side. What do you think about that? Crossing from the right side and you concede the goals. All the goals you concede is coming from the right side. The cross yeah. from the right side. Yeah. No, the cross came from the left side. لا اللي بقول لك الكروس مش من الناحية اليمين زي ما حضرتك بتقول. Not from the right side. الماضي جاي من الشمال. حضرتك بتقول له كل الكرات اللي بتيجي بتبقى كروسات من ناحية اليمين وبيقول لك الجول جه النهاردة من الشمال مش من اليمين. الكروس معمول من الشمال. طب. What is the point of view to play to remove one remove first you make the sub you put out a winger and you put one midfielder and after that you make the opposite you put the midfielder outside and you put a winger. What is your point of view of this? Yes, taking point of view. Because the scoreboard says you must make a change. لأن النتيجة كانت بتقول إن لازم تغير، يعني لازم تقول لك لازم نغير. مجريات المباراة لأن هما اتعادلوا فرجع تاني. هو كان بيلعب بوينج فبعد كده حب يأمن عشان كنا كسبانين، لما جه هما اتعادلوا حب يفتح الماتش تاني يفتح الحتة الهجومية بتاعتنا فنزل طرف نزل وينج. عشان كنا عايزين نسجل تاني. ما كانش حكاية مش موضوع تأمين بقى موضوع عايزين نسجل. عشان كده نزل وينج مكان وسط الملعب. أي أسئلة تاني ولا خلاص؟ أوكي ثانك يو. أوكي ثانك يو. أوكي؟ كابتن أسامة طبعا واضح ان تأثير النتيجة على مستر موسيماني، ولكن انت بتلعب لحد اخر دقيقة، متغيرات كتير بتحصل في ثانية مش في ماتش والتانية في ثانية، يعني النهاردة الشكل العام الشوط الاولاني لا يدل ابدا ان انت ممكن يعني الكرة فيها كل حاجة، ولكن الشكل العام يقول انت راكب الماتش جايب جول الافضليه ليك المتوقع الشوط الثاني ان انت وحصل الشوط الثاني ان برضو الافضليه ليك، ولكن الاسماعيلي قدر يتعادل من يمكن كورتين او ثلاث هجمات طوال المباراه. مظبوط. طبيعي طبعا مستر موسيماني ان يكون متضايق، طبيعي راجل بيلعب على اللقب وخساره اي نقط هتاثر على المشوار، لكن ان شاء الله الحاله دي يطلع منها بسرعه واللعيبه تطلع منها بسرعه زي ما قلنا، لان الماتشات كل 3 ايام ولسه 15 نقطه في ارض الملعب. يعني كلنا اتفقنا واتكلمنا انه 3 4 حاجات فرقوا كتير جدا معانا النهارده. اولها اضاعه الفرص السهله. انت الشوط الثاني على فكره مدبولي لعب الكرة دي لفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 65 64 ونص تقريبا، يعني حوالي 15 دقيقة أو 20 دقيقة كانوا اتلعبوا من الشوط الثاني. حتى هذه الكرة اللي اتلعب فيها فخر الدين يوسف جابها على مرمى الشناوي ما كانش فيه ولا هجمة لنادي الإسماعيلي خطر على المرمى، بالعكس ده احنا 4 كورنرز أكتر من كرة خطر، انفراد لبواليا تاني دقيقة في الدقيقة التانية على طول، وتسديدة من قفشة حلوة جدا فوق العارضة، والشكل العام انك انت قريب جدا انك تجيب الجون التاني ولكن انت ما كنتش بتموت على الفرصة، يعني دي نقطة خلاص. لكن زي ما احنا اتفقنا برضو واتكلمنا انه مش شرط ان كل مرة لازم اجيب اهداف كتير،
صح. النتيجة 1-0 يبقى أنا لازم أموت إن أنا أطلع بالواحد صفر دي. أي. حتى لو ضيعت قدام لازم يبقى فيه تركيز جامد جدا في وسط الملعب والخط الخلفي، لازم يبقى فيه صحصحة جامد جدا. أنا فاكر يعني الله يمسيه بالخير ماهر همام نجمنا الكبير في خط الدفاع وكل المدافعين اللي كانوا بيلعبوا الفترة بتاعتنا، كانوا يقول لك كلمة، انتوا بس جيبوا جول مالكوش دعوة. أيوة مالكوش دعوة انتوا، احنا هنطلع النتيجة. أيوة. هي طبعا بيبو. مش احنا كلنا فرقة واحدة، كلنا لازم ندافع وكلنا لازم نهاجم، ولكن بيبقى في وقت المدافعين بيبقوا مركزين جدا ان ما يجيش هدف. صحيح بيحصل في كرة القدم ده موجود وبيحصل اخطاء وكده، لكن مش شرط ان كل مرة، زي ما انا بقول ان لازم نستغل الفرص السهله قوي اللي بتجيلنا ونخلص الماتش زي ما حصل في سيراميكا كليوباترا، ولكن احيانا ممكن الفرص تضيع، فلازم يبقى فيه تركيز جامد قوي انك تخرج بالماتش كده. دي نقطه اللي هو عدم استغلال الفرص والتركيز في النواحي الدفاعيه. الحاجه الثانيه انا شايف انه ديانج كان قافل نص الملعب كويس جدا، كان اكتر لعيب في وسط الملعب بيجري، اكتر لعيب كان بيقطع في نص الملعب. برضو انا حسيت انه لما طلع نص الملعب فضي، يعني في فراغات بقت موجوده في نص الملعب، لكن مش برضو هحمل انه خروج ديانج هو السبب في ان احنا تعادلنا، لا طبعا. النادي الاهلي اللعيبه كلها اللي بتلعب مفروض مستويات متقاربه وفي لعيبه، بس انا بقول النهارده هو كان فايق في نص الملعب وكان بيجري كتير وبتحرك كتير. يعني الحاجه كمان دي طبعا كره لحسين الشحات، من الحاجات انا ما اعرفش هو اخر نفسه هو ليه ورجع تاني. أيوه. لا يا ريت ترجعها برجعه من الاول، نرجعها ولا بتروح له؟ لا من الاول الاستلام، لا من الاول خالص، من البدايه رجعها بتلعب له وهي بتتلعب له. بص الاول. أيوه. هو استلم وحش، هو المفروض يستلم على الجون، بص المفروض يستلم يقطع لجوه. ايوه مظبوط. هو الاول الاستلام يعني ماشيها برجاوي، هو المفروض يستلم لجوه على طول. صح. على المرمى ده الاستلام واحد، ما اعرفش هو رجع تاني ليه. هو لو كان كمل يعني زق لقدام كده المدافع المدافع من اتنين. يا هيعمل ضربه جزاء يا هيسيب بالظبط، فما اعرفش هو حب يرجع تاني ليه. لا هو استلم غلط. مع ان حسين طبعا كان من الناس الفتره اللي فاتت الماتشات اللي فاتت كان متميز، كان فايق. هو صح. النهارده شويه تحس انه في تعب، ولذلك حتى مستر موسيماني خد قرار بتغييره يعني، ونزل طاهر عمل جبهه كويسه ناحيه اليمين، ولكن لم يوفق في انه يجيب هدف او نقدر نجيب هدف تاني. طبعا دي كره برده من شريف جامده قوي، اتلعبت جامده ومفروض تبقى ايوه زي ما السهم معمول يعني، هي المفروض تتعمل على الارض. مزبوط. من ورا السيرد باك ده او من فوقيه وفي مساحه ده، بص المساحه دي بس هو شريف استعجل فيها ولعبها جامد، اعتقد راحت لمعلول، لا راحت لاجاييه. دي كان جون دي برده كانت انفراد وجون لاجاييه. فوزي طلع عليه كويس، لكن هو شالها في خارج الشبكه من بره، يعني صعبه قوي. هي صعبه طبعا لانه القرار الزاويه ضيقه وفوزي طلع فجأة بسرعه، لكن انا اقصد ان احنا ضيعنا فرص كانت متاحه كتير قوي، فينا نغطي الهدف كان سهل قوي نغطي الهدف. طبعا دي برضو من المساحات اللي كانت مفتوحه جدا في وسط ملعب النادي الاسماعيلي، والجنب اليمين كله فاضي، اعتقد ده اتلعبت لطاير من ديانج، رقص ده حسين الشحات اعتقد كان لسه طاير ما نزلش. برضه دي فرصة هدف مؤكد، تكملها برجاو برضه، أنا مش عارف هي راحت لمين دي بالظبط. طبعا المدافع هو عملها، بس المدافع طبعا خد قرار كويس. صعب واحد صعب. بص يا كابتن عادل في الكورة دي ممكن ترجعها لنا تاني بعد إذنك، رجعها لنا تاني. يعني برضه عملها كويس على فكرة، يعني ما أقدرش ألومه فيها دي. نكمل، بص يا كابتن عادل الكورة دي. ماشي، لحد دلوقتي أنت عندك أدي 2 4 5 من لعيبة الإسماعيلي مع ثلاثة من لعيبة نادي الأهلي والرابع مكمل برضه. كويس؟ بس بدون ما بص خمسة مش مسح، محدش مسح، مش مسكين. ماشي ماشي، أنت عندك مساحات مكمل. نكمل أوكي لعب كويس. بص في حاجة عاوز أقولها لك، القرار هنا بقى التنفيذ في الكرة لازم دي لازم تتلعب بره أهو بشاور. بص يا كابتن أقول لك حاجة، الكرة دي لتعملها وان تاتش الأول علشان أنت خرجت ثلاثة بره اللعبة، أنت خرجت
بواليا وديانج بره وديانج كان اللي هو الثاني. فانا بتكلم في البدايه رجع بالجوي سنه ثاني كده. انا هوريك الكابتن. انا هوقفلك بس الحته دي. ماشي كمل. لحظه بص يا كابتن عادل عايز تلعب. وقف بس كده. انت خرجت مين بره؟ الاثنين في راوده بتوع خرجوا بره اللعب. ماشي خلاص انت هتاخد قرار ثاني. القرار الاولاني خلص وهو الرؤيه بتاعته. كمل بقى عشان انا عايز اوري الكابتن عادل حاجه في الكره اللي بعدها. كمل اقف. هو بص على فكره بص لكن في نقطه عايز اقول لك. انتشار لعيبه الاهلي ما كانش كويس. ماشي بس عنده دلوقتي اختيار ان هو يلعب الكره القفشه. ما انا كابتن اقول لك انا اول حاجه عشان امرر اللعبه لازم يبقى عندي اثنين او ثلاثه على فكره. انا عايز ادي طاهر حقه. ده من افضل الفترات اللي طاهر محمد طاهر لعب مع النادي الاهلي. انا موافق بس انا عاوز اقول لك حاجه. ادي خرجت اثنين بره. ماشي وخرجت الاثنين راس حربه بتوعك دول. تمام انت كمان ما فيش حد جاي من نص الملعب وراك علشان تنزلها له تحت. ده حسين برضه يا كابتن. انت المفترض انك انت تعمل ايه؟ خدت القرار الاولاني انك تقف. ماشي خلاص ماشي. تبقى لعبه جديده. ما هي لعبه جديده دلوقتي. اللعبه الجديده لازم لها تحرك مننا تاني. حلو. الاثنين اتضربوا كويس. مين اللي واقف؟ قفشه. ده مكمل قفشه. ده قفشه واقف عشان ياخد الكوره. كويس. لو شغلها برجاوي كده اشتغل نكمل. كمل ماشي متاح على فكره. لحظه دي كانت تتلعب المره الاولانيه. قفشه ما كانش تقدر تعمله التمرير. بس انا يا ايمن عشان برضو الكوره فيها انك انت في فرصه ممكن تعمل. بس هو عمل فرصه كويسه برضو والمدافع قطعها كويس. أي. يعني ما تقدرش تقول ماشي احنا هنقول ده. احنا عايزين نقول عشان اختار الصعبه. بس عمل بس هو قصدي كابتن عادل ان هي كانت ممكن تتعمل ايه؟ تتعمل مره واحده لان راسين الحربه مكملين او واجهين بتوعك ما مكملين. ماشي يا ايمن بس انا في المواقف اللعب ساعات ممكن حاجه ما عملتهاش بس صححت وعملت حاجه كانت خطر جدا وكانت هتيجي جون. هو المدافع برضو يعني قدر بموقف سليم وخبره ان يطلعها لان هي برضو اتلعبت بعد كده كويس. أيوة. هي ما تقدرش تلومه بعديها يعني. هي في كوره مشابهه معلش لطاهر عشان كده انا اتلخبطت. بس انا في كوره لطاهر انا عايز اجيبها مشابهه لدي شويه. طب لحظه انا خليني اقول لك الفكره دي. انا قصدي ان في حاجه كنت عايز ارجعها للعبه اللي فاتت. ماشي اوكي. انا عاوز اقول لك الفكره نفسها. لا اقف هنا برجاوي لو سمحت. انا بتكلم على فكره الكره اللي فاتت ايه. انت لاعب حسين. أيوة. الشحات. ايوه انت رحت بتجري علشان تاخد الكوره. انت شايف ان مفيش حد جاي من ورا. حلو يبقى تلعب الكوره مباشره. يبقى تلعب الكوره مباشره ليه؟ لانك هيبقى معاك اتنين تلاته بيلعبوا على الجون. انت فاهمني؟ أيوه. دلوقتي انت خرجت منهم اتنين بره. أيوه. بقى واحد بس. أيوه. الواحد ده كمان لما جيت تلعب له الناس الاتنين ما غيروش اتجاه لعبتهم تاني وتحركوا تاني. انت فاهمني يا كابتن؟ الحاجة التانية اللي عايز اقولها لك انتشارنا بيبقى مش جيد. هو ليه محمد شريف اكتر هداف؟ اهي هنشوفها يا كابتن. ماشي نشوفها تاني. ايوه ماشي شغل برجاوي. نقف هنا. اقف هنا بس. لازم كان يلعبها مباشرة. بص يا كابتن التلاتة سرد باكات بتوع الاسماعيلي او الناس اللي واقفة ورا كلهم مدين وشهم للجون بيجروا وباصين على اللعبة. مظبوط. لو اتعملت من قدامه ممكن واحد يحطها في نفسه. صح. ممكن من حد من عندنا. الحاجة التانية المهمة حسين الشحات أي لعيب بيبقى بيجري على الطرف وبيلعب على الطرف أول حاجة بيشوف المساندة بتاعته. أنت شايف في الكادر أي لاعب من النادي الأهلي مكمل؟ لا مفيش محد مكمل غير الاثنين دول. يبقى أنت لازم تلعبها علشان دي الفرصة الخطيرة اللي تقدر تعمل. أيوة. إلا أنك وقفت. كابتن أسامة بيقول عمل لعبة جديدة. أوكي ماشية برجابه شوية. هقول لك حاجة. أقف تاني. أقف تاني هنا. طيب ان عادل قفل عليه الباك. يعني لو قفل عليه ممكن يرفعها. انت هنا انت هنا لا. الحل الوحيد انك تعملها انك تعمل تشيب لمين؟ لقفش. لقفش تعملها ودي مش هتبقى صعبه جدا. أي. انت فاهمني يا كابتن؟ طبعا. يبقى كانت الوان تاتش الاولاني كان هو الاهم وهو الافضل وهو ده. طيب ممكن نجيبها برضو لما راحت لحسين عشان نشوف بس. ماشي المسافه اللي بينه. ايوه كمل. نكمل ماشي. بس هنا
لا تمام. عنده كابتن الفرصه ان هو يرفع عنده الفرصه ان يعملها مش محدش قافل عليه خالص. ايوه مش مقفول عليه ده بالعكس ده الراجل الباك متاخر ايوه يعني مش سدد عليه. انت عارف يا كابتن احيانا انا بدخل جوه ال 18 وانا ما معيش حد مش عشان العبها هو ايمن اخد بنالتي هو صح هو صح زي ما انت بتقول وعادل هي المفروض تتلعب على الارض جامد اول قرار اول قرار بس هو القرار اخطا في حسين ماشي بس الكور دي بس صلحه تاني ما هو انت برضو لا ماشي ما صلحش يا كابتن الفرصه انتهت ماشي اتفضل يا كابتن بص يا ايمن ماشي كل موقف في الملعب بيبقى ليه كذا كذا حل هو الحل الاولاني صح ومفروض يتلعب جامد على الارض للناس اللي مواجهه والناس المواجهه اجا ايه لكن لما رقص ورجع هو صح عمل موقف جديد بس هو بعد كده الجديد. بس بعد كده هو اتصرف كويس بس لا الموقف بقى. الجديد ماشي. قلل الخطوره على الجول من اللعبه كابتن الكوره دي يا كابتن يا كابتن اسامه كان الكابتن مصطفى عبده بيعملها يديه الصحه والعمر ثلاث ارباع كور وثلاث ارباع جوال النادي الاهلي في الفتره بتاع الكابتن مصطفى عبده من كابتن مصطفى عبده انا ما بقولش ان لا صح وكان المفروض يعمل كده ماشي ماشي بس انا اقصد ان صال لما عمل كده خلق موقف جديد ماشي كابتن هو اتصرف بعد كده مش وحش لا بس لا بقى الراجل انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن اسامه كلامك مظبوط بس انا عايز اقول المواقفين او الثلاثه اللي بيبقوا في اللعبه الواحده على حسب العدد بتاعتك هتنجح بنسبه قد ايه الاولانيه دي تنجح بنسبه قد ايه ولما اقف وما ببقاش معايا حد هتنجح بنسبه قد ايه هنا الفرق ما بين لاعب عارف يا عادل كام واحد رجع من الاسماعيلي لما هو قطم لجوه بقوا سبعه على كام واحنا ما عندناش زياده عدديه خلي بالك لا انت عندك قفشه بس الزياده العدديه كابتن ايوه عندك ثلاثه قفشه الوحيد اللي واقف واللي مكمل والاثنين ضاعوا في التوقيفه دي الكره لما رجعت ثاني وراحت الناحيه الشمال وتعامل بقينا ثلاثه برده على سبعه بقيت ثلاثه على سبعه بس دي برده يعني صعبه لان زاويه الرؤيه يعني صعبه يلعبها لقفشة في الحته دي لا صعبه جدا يعني هي جت على شماله هو شاط فصعب لا هي صعب ان هو تتلعب في الحته دي لقفشة في الحته لا هو لا صعب هو اهم ما في الموضوع هنا ايه انك انت القرار بتاعك اللي بتاخده انت تاخده بمساعده الاخرين بس القرار بقى اللي خده هنا ده بعد ما دخل جوه ورد ورجعت لورا تاني والكره دي رجعت لغايه عندنا هناك بس في حاجه انا عايز برضو تحضير تاني جديد يعني كابتن شريف في حاجة في تقريبا يعني حصلة في تلات ارباع الماتش بعد لحد الدقيقة 65 حتة النقص العددي بتاعك في منطقة ال 18 بتاعة الخصم مع ان في مساحات والخصم ما بيضغطش وعندك الفرصة وعندك الرؤية وعندك المساحة انك تكمل ولكن ما بنشوفهاش وبعدين مطولين جدا الملعب علينا انت هقول لك على يعني حاجة انت زي ما انت شفت الهجمة اللي فاتت دي كده اول ما حد بيستلم الكوره في نص الملعب بتاعنا تلاقي كله جري لقدام عايز الشيب عايز الكره الطويله ما بقاش فيه حتى مساعده لحد ينزل يستلم تديله يروح مثبتها لك تاني يبقى انت وشك رايح على انت تقدر تعمل 1 2 ما فيش فكره حتى ضرب الخطوط ما فيش فكر ان انا اعدي من واحد واثنين ما فيش فكر ان انا اروح اجيب جول انا لوحدي صحيح. وكله بيثق كل واحد ما فيش الثقه بقى بعد ما دخل فيك الهدف اي فرقه بيخش فيها هدف التركيبه ما بتبقاش يعني 100% في التنفيذ سليمه عايزه لعيبه ايه متمرسه جدا ان يخش فيك اهداف وانت تعمل حاله التعويض ما انت النادي الاهلي دخل فيك جولين قبل كده مقاولين العرب وكسبت ثلاثه بيخش فيك جوال وعارف ان انت تقدر تجيب بس بقت السمه اللي هي شكلها ايه يا اما علي معلول بيلعب كره من الاطراف بالشمال زي ما احنا جبنا ببواليا جول قبل كده يا اما من الناحيه اليمين زي ما نزل محمد طاهر والشغل الشاغل اللي حصل مع حسين الشحات ده والتنفيذ انما هو النهارده انا هقول لك على حاجه ما تقدرش تقول الاهلي كان وحش لا انما نقدر نقول ان في مساحات عملتها انت للخصم فاضيه في الملعب خليتهم يستلموا ويروحوا عليك يعملوا عليك الخطوره واحنا عشان كده كلنا قلنا ايه في الهاف تايم لما طلعنا واحنا كاسبين 1-0 لازم نجيب جون تاني صح. لازم نغطي بجون تاني صح احنا شكلنا النهارده لازم نغطي بجول تاني ليه عشان ما نتخش تحت اي سيناريو ده سيناريو من السيناريوهات ما عرفتش تجيب الجول الثاني حافظ على جولك يبقى خلاص بقى ما تجيش هدف طيب ما يجيش فيك هدف بمناسبه ما يجيش فيك هدف الماتشات الاخيره كلها بدون استثناء ما عدا مباراه سيراميكا كليوباترا شباك النادي الاهلي استقبلت اهداف واهداف كلها مشابهه زي الهدف ده وخلي بالك وبتكون الافضليه لينا او النادي الاهلي وانت كسبان ولكن الخصم من فرص قليله جدا بيقدر يسجل انت على طول احسن وعلى طول انت بتسجل وعلى طول انت الافضل بس بتعمل مشكله ايه
ان التزامك في الملعب بيقل. ايوه هات كل الجوال اللي جت فيك يا ايمن الاهداف اللي انت سابلتها هتلاقيها كلها التزام في الملعب في سرحان الناس كلها بتطمع المباراه النهارده بتطمع بس انت مش عايز تطمع ما هو هدف زي اتنين زي في ماتشات هدف زي النهارده كسبت خمسه كام نقطه؟ ثلاثه اللي انت عايزهم كسبت واحد ثلاثه بس لكن هو الحرفيه انك ازاي تحافظ على الهدف وشكلك كويس وده سهل جدا في ملعب النهارده مع احترامي الكامل للاسماعيلي سهل جدا النهارده تلعب الاسماعيلي وانت بس خطوطك ملتزمه وقريبه مع بعض مش اكتر من كده يعني مش هتعمل حاجه مستحيله يعني بعد الهدف مش عايز اطمع في المباراه النهارده مش عايز اطمع مش عايز اجري كتير انا لا ساير المباراه انت خسرت ست نقاط بوجهه نظر علاء دي انت ما هي دي ست نقاط هي بص مش النهارده هي الحرفيه ايه فيها يا كابتن شريف انك تكسب وتسير المباراه تخرج بالثلاث نقاط وانت في هدوء جدا صحيح. انا مش محتاج انت الافضل وانت الاحسن كل حاجه انا مش محتاج جماليه في الاداء النهارده اقول يا انا مش عايز اداء انا عايز النهارده احنا كلنا اجتمعنا في في في, في الاستوديو قبل المباراه ان النهارده انا عايز ثلاث نقاط كويس جبت الهدف اللي هو بتاع الثلاث نقاط ليه انا اخش في مباراه مع فريق عايز يتعادل انا مش عايز اتعادل انا كسبت ثلاث نقاط انا اقفل خطوطي وساير المباراه زي ما انا عايز انما ليه بص ده مش يعني الشكل ده ما بتشافش كتير قوي يا ايمن قوي الشكل ده صعب قوي مساحات يعني لو وقفت كده من عند يعني بص من عند اخر لعيب في النادي الاهلي ناحيه اليمين والاثنين مدافعين لا وسع كمان برجوي المساحه من لعيبه الاهلي اخر واحد ده لاخر واحد من الاسماعيلي بص المسافه قد ايه بص المساحه قد ايه ايمن ايوه مفيش كره قدم كده كره القدم بالشكل ده مفيش على فكره انا قلت في الانترو هنشوف مساحات غريبه جدا في الفرقتين مش في فرقه واحده بس لان انا عارف اسلوب لعب نادي الاسماعيلي كويس وكابتن شريف قال في ده خالص ان بيسيب مساحات هو يسيب مساحات زي ما هو عايز يا ايمن هو انا ليه الخصم جرير لطريقته انا افرض طريقتي انا غالب ومش محتاج المساحات دي كلها انا محتاج 10 لعيبه ملتزمه في الملعب زي عادل بيقول عادل كان بيقول ايه في ناس بتدافع ماشي الكلام ده كويس جدا كل واحد يعمل اللي عليه وكل واحد نسبه دفاعه بنسبه معينه لكن في الاخر ال10 في الملعب لازم يقفلوا مساحات لان ما ينفعش قول بص يا كابتن ده تقريبا ايه 30 يارده ما ينفعش 25 يارده كتير قوي يعني لو ملعب مفتوح يعني. الملعب يعني لو حسبتها من اخر واحد في النادي الاهلي لاخر واحد في الاسماعيلي هات كم يارده كده برجعوا من فضلك يعني بالتقريب كده ده حوالي ممكن سؤال عندك حوالي 35 ل 35 يارد ممكن سؤال لا تقريبا حاجه 20 يارد كابتن مصطفى يعني ما انا بقول لك 30 يارد تقريبا النص اكتر بص بص الدايره 20 يارد تقريبا 20 الدايره 20 يارد وكمان قول قدامها 10 ياردات حوالي 30 يارد 10 و 15 دول بتاع 20 25 لا 30 يارد ممكن سؤال عشان الدايره 20 لوحدها هو دلوقتي السرد باكات في اي فرقه او في النادي الاهلي المفروض بيكلموا مين اللي قدامهم طبعا وهم اللي بيخليهم بيحركوهم ايوه صح والجون هو اللي بيحرك الباكات طبعا العمق اللي انا شايفه ده يبقى مفيش كلام لا ما هو لحظه واحده بيتكلم مع التاني ما انا هقول لك حاجه لحظه اتفضل هو العمق بادئ هنقول من ايمن وياسر حلو ماشي المفروض واللي انا اعرفه ان الشناوي بيتكلم على طول انا عارف هل هم مع الماتش ما بيسمعوش الكلام انا عارف ما بينفذوش انا بقول لك ان عندك السرد باكات عندنا بيحب العمق قوي اقول لك لا احنا بنقول من اول اللي هو اخر واحد مين اخر واحد لا انت بتتكلم على اللي ورا لا دي 10 او 10 20 و10 30 لا انا بتكلم من نص الملعب بالظبط 17 20 لا انا بتكلم على المساحه كلها اللي في الشاشه أول واحد. لا انا بتكلم من اول واحد لقيت النادي الاهلي هناك لاخر واحد اسماعيلي ديف دي كمان 10 يارد على 40 يارد نص الدايره 10 هو واقف على نص يعني مثلا عادل مثلا احنا بنتكلم في 27 30 يارد كويس 30 يارد ما ينفعش ما ينفعش المساحه دي كلها ايمن ده هي المساحه دي بتاعت اللعب اصلا المساحه دي هي اللعب بتاعت الشغل كله في الملعب مزبوط. يعني الدنيا كلها بتقول لك ايه انا ازاي اشتغل في المساحه اللي في نص الملعب وانا بدافع وانا بهاجم لكن ما بقولش اسيب المساحه دي كلها مفتوحه كده ما ينفعش طب الجاب الكبير ده خطا عشان خطوطك بعيده ايمن ما صح خطوطك لازم حد لازم خطوطك لازم حد لازم السرد باكات طب كويس لازم
لازم ايمن وياسر لازم يتكلموا عن الناس، لازم احنا بنقولها كده زمان بلغه الكوره ايه، كنا بنقول لك زق لعيبتك لقدام، كنا بنسمعها بودنا. ده كان في جمله مشهوره كان يقول لك ايه، طالع طالع دي لما كل الفرقه كانت احنا كده. دايما يقول لك زق لعيبتك لقدام، الاثنين اللي مساكين ورا زق اللعيبه لقدام، لكن واضح ان حته الكلام مش ليلة. مش موجوده ليلة. مش موجوده عادي، مش قليل مش موجوده، لازم لازم يا جماعه في لعيبه في الملعب كلامها اكتر من لعبها بس طبعاً. مفيده بينبهني المنظر اللي ده ايمن 30 يارده دي في كره القدم اكبر خطا في الدنيا، اكبر خطا كمان بالنسبه لك انت، بالنسبه له هو متعود يسيب مساحات دي، انت مش عايز مساحات، انت راجل كسبان ثلاث نقاط ازاي اتفنن اخرج بالمباراه ايوه بكده، لكن ما اقبلش ادام عم بضيع كتير، لكن الذكاء ان انا ما اقبلش، ما فيش حاجه اسمها مش مطلوب مني اضيف، مش مطلوب، ما هي واحد زي خمسه كابتن شريف في الاخر انت هضيف لك ثلاث نقاط. على فكره احنا بنتكلم يعني كنت ممكن النهارده تكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه وكان الكلام هيتغير، احنا مش طالعين انا وانت كسبانين 1-0 اول هاف تايم، وانا قلت لي سالتوني قلت لك انا اتمنى 2-0 اول تايم كويس، ليه؟ عايز اخلص يعني عشان ما اخشش في اللي احنا دخلنا لا فيه. هو لازم 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 يا كابتن شريف المباريات يا جماعه المتبقيه دي والله مش عايز، انا مش عايز حلاوه اداء، انا عايز الثلاث نقاط يا سيدي، مباراه تكسب ولا تلعب، انا مش عايز لعب حلو، ولكن اضطرينا ان احنا يعني مش في ايدينا بقى لا دي خلاص يعني اعتمدنا لا 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 ولسه بدري لا الاخرين ولكن المشوار لسه بدري ايمن، ممكن خمس مباريات يحصل فيهم لا 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 لسه مشوار طويل، لسه متكلم على ممكن فرقه تتغلب وفرقه تطلع وفرقه ما تضمنش ايه، لكن انت هتفضل كده ان شاء الله لنهايه الدوري وهتكسب كل حاجه، انا بتكلم على اخطائك المهم تتعلم من اخطائك بس، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، يعني الجون اللي دخل النهارده دخل في البن ده العمق، ده لازم تتعلم انه ما يجيش تاني، ضغط بقى على الراجل اللي هو بيرفع الكوره ده، وهي الكابتن عليها اتكلم على المساحه دي يا كابتن ايمن، كره القدم في الوقت الحالي لا تديني 30 متر الاخرانيين اقف فيهم عشان تجي لي، لا اعمل عليك ضغط من نص الملعب، ما فيش تالت، المساحه اللي في الوسط دي انت كده عامل زي كانه بحر وهنا ناس وهنا ناس صحيح، بس احنا برضو زي ما قال نجومنا الكبار لسه الامل موجود لحد اخر ثانيه، احنا ورا لاعبتنا، احنا عارفين ان ده كان موسم استثنائي، موسم صعب جدا جدا جدا، بنلتمس الاعذار في اوقات كتير جدا، انما اللعيبه في الملعب عايزين يكسبوا، اكيد عايزين يكسبوا، بتحصل بعض الاخطاء وده وارد جدا في الكوره، ولكن الامل لحد اخر ثانيه، لازم الفتره اللي جايه احنا عندنا ثقه في اللعيبه ديت، عندنا ثقه في الجهاز الفني، نفضل وراهم حتى اخر ثانيه، وشفنا مواقف كتير جدا 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 بتتغير فيها المباراه الواحده في ثانيه، فما بالك بخمس مباريات ممكن يتغير الكتير، احنا برضو ورا لعبتنا، حصل النهارده تعادل، حصل سوء توفيق في المباراه نفسها، الافضليه زي ما شفنا وعرضنا لحضراتكم ملخصات كتير جدا عن المباراه، اهداف النادي الاهلي، وصول النادي الاهلي لمنطقه الخصم اكتر من 10 مرات، يمكن كانت زي ما قالوا نجومنا الكبار النقطة اللي هي بتاعت إضاعة الأهداف، التركيز شوية لازم يزيد، إنك أنت تستقبل هدف مكرر خطأ بيحصل، ولكن ما زلنا عندنا الثقة في لاعبتنا حتى آخر ثانية، وجمهور أو جمهور النادي الأهلي جمهور واعي جدا 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 ورا لاعبتنا، وإن شاء الله يدعموا اللعيبة، مش عايزين هجوم على اللعيبه الفتره دي، ندعم اللعيبه حتى اخر ثانيه من مباريات الدوري العام، وان شاء الله تحصل متغيرات، ما الله اعلم مين اللي يعرف، هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي من بعد الفاصل كابتن ناصر عباس، ارجوكم انتظرونا.